بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع فيديو جديد عن دواء جديد هو نوستامين. نوستامين دي قطرة أو نقط للحساسية والتهابات العين. نوستامين تباع على هيئة قطرة توضع في العين لمعالجة الالتهابات، وهي تحتوي على مادة فعالة اسمها ايروكلويد النافازولين، تساعد على قبض الاوعية الدموية. وفي مادة فعالة اخرى موجودة فيها تسمى كلوروفينرامين مليات، وهي مادة مضادة للحساسية تعمل على ازالة الاحتقان. بعد كده هنتكلم في اول حاجة هنتكلم عليها ايه هي دواعي استعمال نوستامين قطرة، وايه هي مكونات نوستامين قطرة. المكونات زي ما قلنا مادة فعالة مضادة للاحتقان هي النافازولين، ومادة مضادة للحساسية اسمها كلوروفينيرامين. طيب بالنسبة لدواعي الاستعمال، رقم واحد يستعمل لعلاج التهابات العين الناتجة عن الاصابة بالحساسية. رقم اتنين يستعمل لعلاج احتقان الغشاء المخاطي في الانف. رقم ثلاثة يمكن استعمالها في معالجة حالات الرمد الطبيعي في العين. رقم اربعة تستعمل في علاج حساسية الانف والقضاء على احمرار العين الناتج عن الحساسية. رقم خمسة تستعمل للتخفيف من اعراض الانفلونزا ونزلات البرد. رقم ستة يمكن استعمالها على باعتبار انها محلول معقم للعين والانف. رقم سبعة تستعمل لحساسية عين علاج حساسية العين والتهاب الملتحمة بسبب التعرض للاتربة والغبار والدخان والمواد الكيماوية. رقم تمانية تستعمل للتخلص من الاحمرار في العين الناتج عن ارتداء العدسات اللاصقة. طيب بالنسبة للانف، هل نوستامين تستعمل للانف؟ طبعا تستعمل لعلاج احتقان الانف عند الاطفال وعند الكبار. طيب بالنسبة لجرعة نوستامين، الجرعة للانف يتم وضع نقطتين اربع مرات في اليوم في كل فتحة من فتحات الانف. الجرعة للعين عبارة عن نقطتين في كل عين كل 3 الى 6 ساعات حسب الحالة. طب بالنسبة لصلاحية قطرة نوستامين، لا تستخدم قطرة نوستامين بعد فتحها بحوالي شهر. يعني بعد ما فتحناها نستمر لمدة شهر نستعملها، خلص الشهر ما ينفعش نستعملها تاني. اما اذا لم يتم فتحها فتكون مدة الصلاحية ليها هي المدونة او المكتوبة على العبوة. طيب بالنسبة للآثار الجانبية وأضرار قطرات النوستامين، لا يوجد لها أضرار إلا إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح أو بجرعات مضاعفة. أما بالنسبة للأضرار اللي قد تحدث مثل تشويش في الرؤية أو لسعة خفيفة طوال فترة العلاج وحرقان خفيف أثناء استخدامها سواء للأنف أو العين، في بعض الحالات قد تظهر أعراض حساسية مثل حكة وطفح جلدي واحمرار في العين. طيب ايه هي الاحتياطات وموانع استعمال نوستامين؟ رقم واحد يمنع استعمالها اذا كان الشخص يعاني من انتفاخ في الرئة. رقم اتنين يمنع استعمالها لو كان الشخص مصاب بحساسية تجاه المادة الفعالة الموجودة في القطرة. رقم تلاتة يمنع استعمالها للاشخاص الذين يعانون من الجلوكوما ضيقة الزاوية. ورقم اربعة يمنع استعمالها للاشخاص اللي لديهم مشكلة مزمنة ومصابين بالتهابات في الشعب الهوائية. رقم خمسة يمنع استعمالها للاشخاص اللي بيعانوا من مشكلة في التبول وصعوبات في التبول. رقم ستة يمنع استعمالها او لا يجب استعمالها عند قيادة السيارات في فترة العلاج لانها تؤدي الى تشوش في الرؤية. رقم تسعة يحذر من استعمالها او استعمال جرعات زائدة حتى لا تتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة.
رقم 10، لا يجب تناول المشروبات الكحولية في فترة العلاج أو في فترة استعمال النسطامين لأنه بيؤدي إلى آثار جانبية خطيرة. رقم 11، في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية لا يجب استعمال النسطامين إلا بعد مراجعة الطبيب المعالج واستعمال القطرة تحت مسؤوليته. رقم 13، لا يجب استعمالها مع الأطفال الرضع على الإطلاق نهائيا. رقم 14، تستعمل بحذر شديد مع الأشخاص المصابين بارتفاع في ضغط الدم. رقم 15، يمنع استعمالها للأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد أو من يعانون من داء السكر. طيب بالنسبة للأطفال، يمكن استخدامها للأطفال والجرعة على حسب وصف الطبيب وسن الطفل وعلى حسب حالة الطفل، وتستعمل لعلاج حساسية العين واحتقان الأنف. بالنسبة للرضع لا تستخدم نهائيا للأطفال الرضع. بالنسبة للضغط أو مرضى الضغط، قد تزيد من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب على مريض الضغط مراجعة الطبيب إذا كان يعاني من أي مشاكل. وإذا وصف الطبيب له نسطامين فيجب أن يخبر الطبيب أنه مريض ضغط. بالنسبة للحامل، لا يجب استعمالها في فترة الحمل إلا بعد استشارة الطبيب. ما هو سعر قطرة نسطامين؟ سعرها في مصر 3.5 جنيه مصري. ما هو بدائل نسطامين؟ يوجد بدائل زي قطرة أوكيو ميسايل ونافينيرا قطرة للعين وأوبتو زولين قطرة للعين. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، وأرجو من حضراتكم دعم القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس وعمل مشاركة والتعليق أسفل الفيديو لو عندكم أي استفسار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.